أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة أخرى معكم في الدرس الرابع من دروس التربية التشكيلية، وهذا الدرس هذا يعتمد على النقاط بالدرجة الأولى. ألاحظ، لاحظوا معي، عندنا أربعة ديال الصور. عندنا الصورة الأولى فيها حرف الشين بالنقط، عندنا الصورة الثانية حرف الحرف والمعكوس ديالو، بمعنى حرف الباء والمعكوس ديالو لتحت. عندنا في تحت عندنا فراشه وعندنا المظله، هادو كاملين وليداتي معدلين باش، برافو ليكم بالنقط. بون، الدرس اللي طالبين منا هنا عطاونا هاد السبوره ديال الحساب، ديك السبوره اللي كيكونوا فيها الكويرات ديال الحساب، وقال لك اتدرب على رسم شكلين متناظرين بالنقط بحق صبار. شوف، قال لك انظر الصفحة 79، هادي نجيو للور نقلبو على صفحة 79، ها هي هاد الصورة هادي، استغفر الله العظيم ما نقطعوها باش غادي نلصقوها. اذا بسم الله، مين تكونوا كتقطعوا طلبوا استعنوا بالوالدين ديالكم هما يقطعوا لكم، لان المقص آلة حادة وممكن الله يحفظ تكونوا كتقطعوا زدقوا قطعوا صبيعاتكم، او ممكن تجرحوا بها او تعوروا بها شي واحد من خواتكم. اذا هاد العمليه هادي ضروري وليداتي يكونوا الوالدين ديالكم معاكم. اذا حنا جبناها نحضروا اللصاق، وغادي نعملوا شويه ديال اللصاق هنايا، ها انتما كما كتلاحظوا غنعمل شويه ديال اللصاق، سهله وليداتي. انا كنتعمد نعمل هادشي هذا بهاد الطريقه، لان العيال ديال التحضير المساكن كيكونوا ان شاء الله دخلوا للتحضير، ان شاء الله بداو يعملوا هاد الانشطه هادي. قليل ديال الحضانات اللي كيعملوا التشكيل والرسم في الحضانات او حتى مجرد التلوين. مزيان، اذا شنو كيطلبوا منكم؟ كيطلبوا منكم انكم تبعوا على هاد السبوره هادي وتعدلوا هنايا. غادي نحسبوا وليداتي، نقرب لكم الكاميرا الصوره باش تشوفوها مزيان، نقرب لكم الكاميرا الصوره باش تشوفوها مزيان، كتبان لكم ياك؟ اذا غنحسبوا شحال هنا هاد الكويرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا غنجي للخط الاول، غنجي للخط الاول وغادي نعمل 10 ديال الدوائر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ماشي بالضروري يجيو قد قد، ماشي بالضروري يا وليداتي يجيو قد قد، وانما المهم انكم تنجزوا هذا العمل بكل بساطه وبكل سهوله. سطر ثاني فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ها دابا عاد غتفهموا مزيان. اذا انا ماشي كل سطر كنقص، شحال كنقص كويره، احسنتم. اذا غنجي هنا وغادي نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9، عاوتاني تحت 1 2، عفوا المساحه هذه جات بعيده، المساحه هذه جات بعيده، كتشوفوها مزيان تمام. غنجي 1 2 3 4 5 6 7 8، اذا 10 9 8، 1 2 3 4 5 6 7، عاوتاني 1 2 3 4 5 6، عاوتاني 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، 1 2 3 1 2 1. نكون بهذه الطريقة هذه أنا ساليت العمل ديالي. عندي هنايا، لاحظوا معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
فهمتوا؟ هنا غادي نعملو العكس. طبعا ماشي عد ماشي العدد الخيوط اللي هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هنا عشرة الخيوط، هنا عطاونا كتر من عشرة الخيوط، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اتناش تلتاش ربعتاش خمستاش ستاش الخيوط، ماشي بالضروري تجيبها عامرة كاملة. هنا في الخيط الأول خلاو هاد البلاصة خاوية التي نهبطلكم، هنا في الخيط الأول خلاو مطع خاوي، جاو من الخيط الثاني وعملوا وحدة وموراها جوج ثلاثة أربعة خمسة وهما ماشيين. حنا نفس الشيء غنعملو، الخيط الأول غنخليوه خاوي، غنجيو من الخيط الثاني وغنعملو هنا واحد، هنا اثنان، هنا ثلاثة، هنا أربعة، هنا خمسة، شي واحد شي كيجي كبير شي كيجي ستيتو حق ماشي مهم، هنا ستة، هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وهنا تشوف هذه جات قبلت هذه وهذه جات قبلت هذه، إذا هنا غتكون عشر، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. مزيان، غتقولوا لي أستاذة علاش هادو غيبقاو خاويين؟ لأن على حسب الصورة داكشي اللي عندنا. بحق إلا بغينا نعمرو، إلا بغيت نزيد نعمر، إلا بغيت نزيد نعمر شنو خصني نعمل؟ مزيان، إذا خصني نزيد وحدة في كل موطة حتى نسالي هاد الخطوط، فهمتوا؟ إذا خصني نزيد وحدة في كل موطة حتى نسالي هاد الخطوط، مثلا غنزيد وحدة هنا، وحدة هنا، وحدة هنا، وحدة هنا، وحدة هنا، إيه هنا خصني نزيد وحدة، عاوتاني هنا وحدة، وهنا وحدة، وهنا وحدة. وحنا ماشي نقدروا نزيدو شحال ما بغينا، المهم هذا هو لو برينسيپ، هذه هي الفكره انك تعمل دوائر ومن بعد تلونهم بالالوان اللي عندك. فحال دابا عندك مثلا الابيض والاصفر والاخضر والاحمر والازرق، ما قالوا لكش شمن لون تلونهم، انا ممكن اللونهم اللي بغيت، انا ممكن الاوليه عجبتني اللونه بالبرتقالي بحال هكذا، ياك، واللون الثانية بالاخضر ما قال لي حدش من لون لونه، قال لك غير شكلين متناظرين بالنقط، ها حنا شكلين متناظرين بالنقط، فهمتوا الفكره؟ كنتمنى تكون هاد الفكره عجبتكم وسهله للتنفيذ، وكنتمنى نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. كنتمنىكم انكم تعملوا هذا العمل بيديكم، ما تعطيو حتى واحد يعدلوا لكم لانه هو سهل، لصقوا الصوره الوالدين ديالكم يقطعوا لكم الصوره، وانتم قوموا بهذا العمل بوحديتكم، ما تعتمدوا حتى على شي واحد، انتم غادي تقوموا بهذا العمل بوحديتكم، هو سهل ما فيه حتى حاجه. ولنا لقاء ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله. كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم الفيديوهات اللي باقيين كاملين، وكنتمنى نلقاكم غدا ان شاء الله، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.